ولسه مكملين معاكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55. وطبعا ما ينفعش نبقى موجودين في المعرض وما نقابلش الأستاذ إسلام وهبان، وهو طبعا صاحب مكتبة وهبان اللي دايما بنقابله من خلال زوم في الاستوديو في يحكى أنا، ودايما بيضيف لنا معلومات جديدة وأخبار جديدة فيما يتعلق بعالم الثقافة والكتب. أهلا بيك أستاذ إسلام. أهلا أستاذ. مبسوطة أن أنا شفتك النهاردة أخيرا اتقابلنا. أنا أكبر. أولا طبعا كل سنة وحضرتك طيب. أنا عارفة أن ده بالنسبة لكم يعني موسم وعيد للثقافة، ويا رب إن شاء الله تكون فعاليات ناجحة ومؤثرة في كل الشعب المصري. يعني أنا بشكرك جدا جدا وسعيد بجد باللقاء ده، وحقيقي يعني هو فعلا عيد وكرنفال ثقافي مهم جدا بنستناه من السنة لسنة. معرض القاهرة الدولي للكتاب يعني مش بس أهم معرض عربي، لكن ممكن كمان يكون واحد من أكبر وأهم المعارض العالمية. ده حقيقي. هو يمكن الأكثر جماهيرية على مستوى العالم فيما يتعلق بالكتاب تحديدا. خلينا نتكلم أستاذ إسلام عن الإقبال السنة دي من وجهة نظرك. طبعا احنا لسه في البدايات، عندنا أجازة فترة طويلة، فده طبعا بيساعد كتير على أنه الأسر وكل العرب اللي موجودين في مصر يكونوا حاضرين. إيه رأيك في الإقبال لحد الوقت؟ أنا شايف أن الإقبال ممتاز جدا من أول يوم، يعني عدد الحضور أو الزحام اللي موجود على البوابات. دايما احنا بنتضايق من كلمه ازدحام، لكن لما بتبقى على بوابات معرض الكتاب بيبقى فعل حسن وبيبقى حاجه مبشره جدا، وبنفرح قوي بالزوار اللي بيبقوا متواجدين تقريبا في كل القاعات. يعني كل ما تدخل قاعه تلاقي زحام وتلاقي فيه اهتمام بالكتب والاصدارات والندوات حتى والفعاليات اللي بتقام في المعرض. اهم الاصدارات من وجهه نظرك اللي موجوده السنه دي في المعرض؟ هو في عدد كبير جدا. اكيد انا متخيله موجودة. ومش عايز انسى حد يعني، بس انا شايف اهتمام كبير جدا من دور النشر المصريه بخلق حاله من التنوع. في تنوع كبير جدا في الاصدارات، في كتابات تاريخيه مهمه، في ترجمات. انا شايف السنه دي في عدد كبير من الترجمات وعن لغات مختلفه وعن يعني كتاب ودول مختلفه. دي حاجه مهمه ومبهجه جدا بالنسبه لي. كل ما بقى فيه ترجمات كتير كل ده بيبقى مهم. الاهتمام باعمال طه حسين السنه دي تحديدا من الحاجات الجميله جدا اللي موجوده في اكتر من دار. هتلاقي اهتمام ب دكتور طه حسين. يعني انا فعلا مش عايز انسى اصدارات. اكيد معينة. اكيد متخيله. هم فعلا كتير، هم فعلا كتير وكلهم احسن من بعض وكلهم متنوعين، ولكل قارئ برضو مزاجه وحبه لنوع معين، فهو اكيد بالنسبه له هو ده احسن نوع لانه هو اللي بيحب يقراه. خلينا نتكلم شويه عن شعار المعرض. الشعار السنه دي شعار قوي، شعار مؤثر جدا، نصنع المعرفه ونصون الكلمه. رايك ايه في الشعار؟ شعار موفق جدا وحقيقي. يعني انا شايف انه يعني لوجو او يعني تعريف جميل للدوره 55، لان مصر دايما رائده في صناعه المعرفه والحفاظ على الكلمه والحفاظ على حقوق الملكيه. واعتقد ان في مؤتمر مهم من المؤتمرات اللي موجوده السنه دي ضمن فعاليات المعرض، مؤتمر عن حقوق الملكيه الفكريه. ده هيبقى من الحاجات المهمه جدا. وكمان مؤتمر الذكاء الاصطناعي ده من طبعاً المؤتمرات المميزة والجديدة اللي موجودة في معرض الكتاب السنة دي. فلا حقيقي شعار مهم وانا يعني سعيد بيه جدا. احنا اللي سعداء بلقائك، واتمنى ان احنا نتقابل اكتر ان شاء الله، وتنورنا مرة في البرنامج. اسلامي يا استاذ. ميرسي يا استاذ اسلام.